سي دربوش، ما هو تقييمكم حول الحصيله ديال المجلس الجماعي ديال اكافي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على هذا السؤال. كنا كننتظروا هذا السؤال باش نوضحوه للراي العام والساكنه. فيما يخص التقييم ديال الجماعه في البدايه ديالها خلقات من والو، يعني ما نهار في 92 فاش تخلقات الجماعه كانت ما عندها لا مقر لا ميزانيه لا والو. ولكن الى بي حنا في ذاك الوقت فاش كنا في اي تيمور هي الام، تقسمنا في 92 الجماعات، خرجت سيد الزوين واكافي من الام اللي هي اي تيمور. سيد الزوين كان عنده المقر تبنى، مشى ليه الرئيس اللي كان تما، مشى حنا جينا ما لقينا فيه، كرينا في واحد القهوه. الرئيس اللي كان حاليا ديك الساعه قال لي ودي خصك تمشي تدبر على راسك، الجماعه ديالكم تعزلات خصكم تمشيو. جينا كرينا في واحد القهوه في الواد، الواد نفيس، القواد اسمها القواد تشرف. كرينا قلنا مشاكل، ملي جينا كرينا لقينا السكينه اللي كانت تما في هذاك السويقه ما بغاتش الجماعه، حاربوا الجماعه باش ما تكونش. اذا به حتى داك السيد اللي كرانا ديك القهوه، واحد النهار جينا جبنا الكراسه وجدنا الموظفين، لقيناه سدينا بالقفل هذاك البلاصه فاش بينا نديروا المقر الجماعه. بقينا معاه فسينا ولينا تنساعدوا معاه، حتى دخلنا بعدا حطينا داك الماتريال بقينا خدامين تما. اليوم غدا اليوم غدا الناس ما بغاوش الجماعه، شكون هما الناس اللي كانوا تابعين للسعاده، جماعه السعاده كانوا تيحاربوا اسمو، كانوا تيحاربوا الجماعه، لان الجماعه ما بغاوهاش. ما عرفتش انا علاش ما بغاوش الجماعه تيسميو، كانوا ديك الساعه كانت تابعين هما السعاده، السعاده كانت قريبه لمراكش، تيقولوا راه كافي راه بغا دير، راه الرئيس بغا يدير، راه بغا هذا. الناس تيهضروا شي حوايج ماشي هي هذيك. على اي بقينا معاهم، بقينا في هذاك الواد تنستمروا في الاعمال. دابا من بعد باختصار دبرنا على واحد البقعة الأرضية هذه فاش كاينين حنا دابا، تقريبا فيها واحد 2000 متر ولا 3000، شريناها من عند واحد السيد. جا الإنعاش، ديك الساعة كان الإنعاش هو اللي بنى لنا المقر، وبنى لنا شي محلات صغيورين وداك الشيء، استقرينا فيهم، بقينا هكاك زدنا. من بعد الجماعة ما عندها مداخل، بقات تعيش ب ب ب ب, ب, ب التيفيا ديال الدولة دائما. واحد الوقت لقينا شي كونكاسورات هنا، ولينا كندخلو منهم شي شوية، ولينا كنتعافاو. الحوايج اللي درناهم في الجامعة هي ربطنا العلاقات مع المصالح الخارجية. أنا كرئيس الجامعة ربطت علاقات مع رؤساء المصالح الخارجية وخصوصا الولاية العمالة. بدينا كننميو الجماعه، ما لقينا لا بير لا شاطو لا طريق لا والو. الجماعه ما عندها دوك، عطونا الرئيس اللي كان ديك الساعه الكراسة هي ديال دوك اللي كيتحركوا، ديال العود، ديال دوك بحال دوك ديال والو، راه ما تقدرش تجلس فوقو. بقينا خدامين بالعلاقات، مشينا عاونتنا وزارة الداخلية، السي الولاد اللي كانوا ديك الساعة كان السي بن المحيي، من بعدو كان السي قراوي الله يذكرهم بخير، تعاونوا معنا في الجماعات. بدينا كنقلبوا منين نجيبوا باش نحفروا البيار ونديروا الشاطوات ونديروا اسمو، بقينا غاديين الحمد لله. وفرنا الماء الصالح للشرب، وفرناه للدور ديالنا واحد العدد ديال الدواور. من بعد بدينا دخلنا في الطرقان، عبدنا بعد الطرقان بلي بيست، عاودنا نقزنا من البيست درناهم، ولكن هادشي كله بتعاون مع مصالح الخارجيه، ملي ولات الجهه ولات مجالس الاقليميه كتعاون والمبادره، يعني ودخلنا في هاد الامور هادي. اليوم الحمد لله الجماعه ديالنا من احسن الجماعات، من احسن الجماعات، تجهيزات البنيه التحتيه كلها كاينه، كاين الطرقان في كل الجامعه اللي فيها 200
و24 ولا 240 كيلومتر مربع تقريبا اللي فيها، اعتقد 224 كيلومتر اللي فيها مربع، كلها فيها الطقام وفيها الماء الصالح للشرب للدوار اكثر من 69 دوار اللي عندنا، كلها فيها الماء الصالح للشرب مجهزه، فيها الضوء 100%. قالنا الناس اللي مازال ما عندوش الضوء هما الناس اللي عاد سكنوا عاد بناو هي مؤخرا، هما اللي ما عندهمش، اما كلشي عنده الضوء. 69 دوار كلها مضويه، عندها الماء، عندها الطرقان، عندها كلشي، وهذا الشيء كله هو درناه. اش نقول لك؟ نقول لك بالسعايه تنمشيو ندقوا البيبان، كنمشيو لوزاره الداخليه كنطلبوا، كنمشيو عند الولاد تنطلبوا، كنمشيو للتجهيز تنطلبوا، كنمشيو للمبادره كندخلوا، وفرنا الجامعه ديالنا وفرنا لها كلشي. اش نقول لك؟ راه جنة فوق الارض، الحمد لله ونشكره، كل شيء على احسن ما يرام. ولكن المشكل اللي كنعيشوا منه هو المداخل ما عندناش الجامعه. الا بغينا نتوسعوا ولا نديروا شي حاجه اللي اخرى، ولا حتى في المستقبل كنشوفوا الجامعه راه ناقصه من ناحيه ديال العقار. العقار حنا طحنا في واحد المحل، في واحد الجهه اللي ما فيهاش العقار، يعني كاين عقار ديال الخواص ما يمكنش تمسو، ولا بغيتي تمسو خصك تشريه، ولا بغيتي تشريه ما عندك باش تشريه، والدوله ما كتعاونكش باش تشري العقار. تقدر تعطيك شي عقار ديال الدوله، ولكن شي عقار اللي قريب لينا اللي يكون فيه هاد المصالح ما كاينش. حنا مؤخرا القياده ملي طلبناها تعطاتنا، عطيناها واحد الجزء من الجامعه، من ديك 2000 ولا 3000 متر، عطينا واحد شويه باش تبنات، باش تولي عندنا القياده ديالنا. المخازنيه ملي تعطاونا عطيناهم واحد المحل اللي كنحطوا فيه الاتات ديال الجامعه اللي حافظين عليها، عطيناها لهم باش يبقاو معنا على الاقل تكون عندنا السلطه. الدرك الملكي ملي طلبناه تعطانا، ما لقينا ديناهم لواحد الدار، عطات لنا القياده هي فاش كاين الدرك الملكي. درك حتى باش فين نبنيو ليهم، ولا نبنيو للقياده، ولا نبنيو لشي مصلحه عامه ما كاينش، ما عندناش العقار، والعقار هو كل شيء. نعم، على ذكر العقار، يعني مستوى الوعاء العقاري هو مشكل تطرح فيه جامعة كافية. نعم. يعني التصميم التنموي ديال الجامعة أين وصل؟ التصميم فيما يخص التصميم التنموي ديال الجامعة، المشكل اش غنقول لك؟ المشكل حنا كان عندنا تصميم خدامين به. كنا خدامين به أكثر من 10 سنين، ولكن اليوم عندنا مشاكل داخليه، كاين عقارات اللي ديال الخواص اللي ما يمكنش حنا هذاك التصميم يعاود يتستافد. كنشوفوا كيفاش نفكوا ما بين العقارات ديال الخواص، لا داكي لا 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 داعي للذكر ديال الاسماء ديال الناس. ما يمكنش حنا هذاك التصميم النمو مثلا يعاود يزيد بهذيك الطريقه باش كان غادي. حنا كنتسناو مع الناس ديال دابا راه تقريبا 2011 وحنا مبلوكيين، كنتسناو الوكاله والناس اللي اسمو اللي يحلوا معنا هذا المشكل. هذا مشكل عويص عندنا، ولكن فين غادي تحل المشكل؟ تحل المشكل في واحد جوج دواور، يعني ملي يحلوا لنا بعدا ايت داود ورجال احمر باش يتوسعوا شويه، الناس لقاو فين يستقروا. اكثر من هذا الشيء بغيت نقول لك، دروك حنا وحنا ثانويه ما عندناش، دار الطالب ما عندناش، دار الطالب ما عندناش، ما عندناش فين نبنيوها، وما عندناش بحراء الدرك الملكي فين غيسكنوا. زيد وزيد، يعني حنا باقيين تنقلبوا تنطلبوا تندقوا جميع الابواب. الله عسى نلقاو شي حد اللي يعطف على هاد الجماعه بكل صراحه باش يعطينا شي عقار ولا شي حاجه. حنا شي عقار اللي ديال الدوله اللي نشدوه ندخلوا ليه ما كاينش، ما لقيناش. ولكن هنا تحطت الجامعه، كاين اراضي ديال الخواص ما نقدروش نمسو. حنا باقيين كننتظروا الله وعسى، وربما يعطف عنا شي جهه من شي حد من الناس اللي هما عندهم العقارات ديالهم هنا، باش الجامعه تنمى اكثر، لان المستقبل هو كل شيء. حنا دابا الامور مزيانه، عندنا الحمد لله كل شيء متوفر، في النقل الحضاري والنقل ديال الاوتوبيس وكل شيء متوفر لنا. كاين سيارات الاسعاف جوج، كاينه وحده ديال الاموات، كل شيء غادي مزيان. حنا دازت عندنا واحد القهره في واحد الجماعه اللي كنا هي جماعه الام، الناس كانوا مقهورين من الوثائق ديالهم ومن هذا، ولكن اليوم تقرب كل شيء ليهم،
هنا في الجماعه اصبحنا من الناس اللي رضى عليهم الله في عهد محمد السادس الله ينصره. اش غنقول لك؟ جنه فوق الارض حنا في اكافي. ولكن اشنو اللي كاين ضرب؟ كاين الناس اللي يحسدوا هذه الجماعه، الناس اللي يحسدوها، الناس اللي قدمت لهم هذه الجماعه خدمه خدمات كثيره، وقدمت لهم واحد 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 الشد ديال العسل، واليوم هما تيقدموا لها المراره، تيقدموا لها المشاكل والصداعات، وحنا ما تنقلبوش على المشاكل، تنقلبوا غير ما نجيبوا لهاد الجماعه باش نرضيو السكينه ديالها. شي صراعات سياسيه؟ كاينه صراعات سياسيه. هي دابا الانسان ملي كيجي لواحد القبيله ولا واحد الجماعه وكيبي يخلق فيها مثلا واحد الفتقيه ديال 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 السياسه، وهو ما عندوش مثلا حدود في هذيك القبيله وماشي ولد هذيك القبيله وما عندوش اسمه، راه ما غيدير والو. العالم القروي في شكل ماشي بحال جوايه اخرين، العالم الحضاري يعني تيجي واحد تيجيب واحد البرنامج كذا، هاد الناس تيعرفوا واحد الانسان ولد المنطقه اللي هو ولد القبيله، تيعرفوه تيلمسوا منه الخير كيمشيو معاه. انا ما عندي والو، عندي جود الله، ما نكذبش عليك، فلاح ضعيف، ولكن راه من 92 وانا رئيس، تنجيب تقريبا 90% 100% من ناحيه ديال الجماعه في البرنامج. راه معمولي راه اربعه الولايات هادو، وراه الناس كيخسروا الفلوس وانا ما كنخسرش، انا كيشطوا لي الفلوس، انا هذوك المواطنين هما كيجمعوا كيجيبوا لي وكيخدموا وتنجح وتنمشي نخدم. هادشي اللي كاين، وهذا هو الواقع، وانا قريب منهم، انا عندي الحصيره ديما مفرشه في الدار، هذا هو البيرو عندي انايا هنا في زاوية داري، فيها واحد 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 الحصيره تنفرشها هذاك وتما تيتحلوا المشاكل، وتمشي من الجامعه نمشي لهم لتما. هذا هو واحد المفارقه اللي بان فيها ان في الكلام ديالك في الاول انك تحكي بان كاين الماء، يعني كاين وجود الماء، كاين جنه الارض يعني، ولكن هناك صراع حول جمعيه تسمى الماء، يعني الناس تقول لك الناس كاين العطش كاين، يعني بغيتك توضح للراي العام هاد المفارقه. هاد المشكل كاين عندي انا في الدوار ديال الرجال الاحمر، هاد الدوار ديال الرجال الاحمر، هاد الرجال الاحمر اول دوار خسرنا فيه مبالغ كبيره، مع الاسف ما كانش عندي موجود، لان حفرنا فيه تقريبا 5 آبار. اش لقينا تما؟ تلقاو الارض يعني الماء ديالها محلوش، هبطنا لقبيله اخرى لاي تيمور، قطعت الساقيه ديال الاكافي والساقيه ديال الجديده، وحفرت البير تما مع 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 الناس اللي تيتعاونوا معنا، وجدنا الماء عطيناه لهاد الناس، وزدنا بيار اخرين دروك، جدنا الماء من الواد، يعني 5 البيار، ودابا كاين الشاطوات وكاين كلشي، ولكن تسير فاش تتبقى الامور. ملي كتجي دابا تدخل السياسه في الماء، هنا كيوقف تتوقف العمليه. قلت لك انا عندنا كداو 60 دوار، 68 ولا 69 دوار، ما عندنا حتى مشكل الا هنا جاو الناس شافوا الناس، كان واحد 400 ولا 500 دار بغا يستحوذوا سياسيا، ما الناس ما ولاد القبيله ما بغاوش هذاك الشيء، ولاد القبيله اللي جاو سكنوا هنا ما بغاوش هذاك الاستحواذ وهذاك التطفل عليهم. على قولة الله اكبر، شوف الناس ولاد القبيله دائما هما اللي تيبقاو في الواجهه، وتيبقاو خصهم يسيروا شغلهم بيديهم. ملي كيجي واحد من براني راه ما يمكنش يجي ويحكم عليا، راه ما نبغيش، راه ما يبغيش. انا نيت انا نقولها لك من هنا في الدوار ديالي، ما نبغيش شي واحد يكون يجي يسكن معنا وغدا يقول لك لا انا نسيركم، راه ما يمكنش. حنا كاع مغاربه، ولكن كاينه هاد المساله ديال القبيله كاينه، ما يمكنش تمشي لواحد الدوار وتفرض فيه الوجود ديالك، انت هو اللي بغيتي تسيرو، راه ما غاديش يخليك، لان عندهم هاد الفكره هادي. ولكن كثر من هادشي، انت الناس يتقبلوك، هو تبين لهم شي حقيقه، تبين لهم شي فضل، تبين لهم شي حاجه، ماشي غادي تجي تبي دير شي حاجه وخصك ما تدوز لهاد القضيه ديال تسير حتى تبين شي حاجه اللي يلمسوها الناس ويشوفوها فيك. انا كنقول لك انا درك انا عندي تقريبا 6 ديال القبائل، عندي قبيله ديال بوراس،
عندي القبيله ديال العروسين اللي هما منحدرين من الصحراء من بوجدور ومن العيون ومن السماره ومن الداخله. عندي الناس هنا قبيله ديال العروسين. عندي ايتيمور اللي هما ايتيمور اللي هما جابهم مولاي عبد الرحمن. عندي القبيله ديال 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 تمزقلفت اللي هما تا هما فيهم واحد العدد الناس، شي جا من القلعه شي جا من الشمال شي جا من الجنوب. عندي القبيله ديال 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 السعاده اللي هي تقسمات اخرى. المهم سته القبيله عندي، ولكن باش هاد الناس باش انا محبوب عندهم بالعمل. بغى الماء وجدتو ليه، بغى الطريق وجدتها ليه، بغى النقل المدرسي وجدتو ليه، با لومبيلونس انا دابا اش تيطرى ليا، راه كيصوني عليا ويقطع، خصني نعيط ليه، ولا ما عيطت ليه راه غادي هذه الطبيعه. وعرفت معاهم انا الطبيعه ما يمكنش، نهار ما نبغيش خصني نمشي بحالي، خصني نهز كبوطي ونمشي لدارنا. هذا هو اللي كاين. والتواضع هذا هو الانسان اللي بغى يوصل لشي حاجه خصو يخدم عليها قبل. ما يمكنش تجي وتطلع ما تخلصش. نعم. واحد الطريق. ربما اخر سؤال اسمح لي. نعم تفضل. طموح الجماعه فين كاين؟ الجماعه دابا الجماعه اش نقول لك، الجماعه خصنا حنا الا ما عندناش العقار ما عندنا من نطمحوا باقي. حنا كلشي عندنا دابا، كلشي كاين. حنا كنشوفوا حنا دابا عايشين بالطيفيه. دابا انا هذا العام عندي تقريبا 80 مليون ديال العجز. الميزانيه ديالي انا الوحيد في الجماعه في العماله مراكش اللي الميزانيه ديالي ما عنديش راها في وزاره الداخليه. السنه اللي فاتت كانت 100 واش 100 وتقريبا 100 و كان العجز انا غنقول لك شحال تقريبا. كان واحد 100 كان العجز واحد 100 واش، وقبل منه كان العجز يعني من 2016 17 2018. دابا حنا في العجز ديال 80 مليون. جماعه الميزانيه ما عندناش، حنا دابا خدامين غير هكاك وصافي، خدامين بداك الشيء اللي كنا كنصرفوا به السنه اللي فاتت. كنتسناو وزاره الداخليه اش غتعطينا. مازال مشيت انا للداخليه قال لك اودي حنا دابا غادي نكتبوا للسيد الوالي، والسيد الوالي عادي يعاود يقول لنا شنو الخصائص. ما كانتش هذه العمليه، ربما هذه العمليه ولاو تيديروها ما عرفتش. وانا نعطيك بالضبط شحال كان عندي. هو بالتالي كان عندنا العجز ديال 67 في 2017، عندنا 112 مليون في 2018، وهاد 2019 عندنا كدا 81 مليون ديال العجز. الميزانيه راه ما عندناش، ولكن خدامين بهذاك الشيء اللي غاديين وصافي حتى تجينا الميزانيه. ولكن ما جاتش الميزانيه غادي نكون عندنا مشكل، لان المداخل ما كاينينش. كان عندنا واد نفيس كان فيه شي شويه ديال المداخل من ناحيه ديال لي كارير. دابا الدوله تتشوف بان اللي كتخرج تتشوف بان هذيك الواد ما بقاش فيه داك المواد، يعني قلصوا من دوك المداخل ديالو. دابا ولات عندنا واحد العمليه اخرى اللي انا عاد سولت عليها اليوم، تقريبا دخلت واحد 9-3 ملايين اللي دخلت في هاد 3 شهور، يعني شهر واحد وجوج شهر ثلاثة من السياحة. ولات هاد الجماعة عندها واحد البوابة في العروسيين في هاد مع تيورات كتسمى، ولا كيدخل منها واحد شوية ديال المداخل، هادوك لي فوبواك وسموهم. ولات حنا كنقولوا تنضربوا لهم الرش باش نشجعوهم باش إن شاء الله الرحمن الرحيم يكون عندنا مداخل تما. هذا هو الطموح ديالنا. حنا دابا حنا واحلين في العقار باش نديرو المصالح. كلشي الوعاء العقاري هو المشكل اللي عندنا حنا في اكافي. حنا كنطلبوا دائما من الناس المسؤولين. واش يكون نداء، يعني ما هو النداء اللي تقدر توجه للمسؤولين وايضا المواطنين؟ انا النداء شي المواطن حنا المواطن رضيناه، داكشي اللي بغى المواطن كيجي عندنا. المواطن ما كيجلسش، كنحطوا ليه كرسي كيدي حاله المدنيه ديالو، هذه هي اللي صعيبه. كيجي الاوراق ديالو كيديهم، تيجي عند القياده كيلقى القياده موجوده، كيلقى كنا مشكل. ما يخش في صراعات السياسيه؟ لا ما عنده حتى شي صراع، ما تنعرفوهم كاع. انا غنقول لك واحد القضيه، كيكتبوا بعض الناس تيقول لك لا راه كاين البني العشوائي وراه تيعطي الرخص ديال الضوء في البني العشوائي. انا كنتفاجئ تلقى واحد العدد، ها انت تشوف شحال ديال الجرائم. هادشي تيقول لك راه الرئيس تيعطي
تيعطي الرخص ديال الضوء، وكاين البنين العشوائي. دابا نقول لك واش انا خص تيتناقض هذا الشيء، راه الرئيس تيعطي الرخص الضوء وراه كاين البنين العشوائي، انت راه هكا ما فيها بنين عشوائي، راه الناس عايشين مع الحيوانات ديالهم، مع الماشيه ديالهم، راه 69 دوار، راه ما كاين لا بنين عشوائي ولا يحزنون، راه نهار جيت انا للجماعه راه كان التقني اللي عندي راه كيجيب لي 50-60 دوسي ديال الماء ديال الضوء ديال الكهرباء، كنسنيهم على بياض تيديهم كيعطيو للناس يدخلوا الضوء. حنا فرحانين ملي جا الضوء وجا المسائل في عهد محمد السادس وتبرعنا باش نحبسوهم، ولكن الا بنا شي واحد العشوائي راه غادي ياخذ المجرى ديالو، راه كاين قانون، راه كاين القانون، ولكن حنا راه ما شتنا شي بني عشوائي. الا كان شي بني عشوائي كيكتبوا تيقولوا واحد نسيبي انا راه بنى العشوائي وعطيتو رخصه، انا نسيبي باني بالبلان، نسيبي باني بالبلان بالرخصه ديالو، انا محلي باني بالبلان اللي بنيت باني بالبلان. اي واحد عنده الى 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 عطيتو شي رخصه تنعطيها ليه باسمو. حنا الا كان شي دار قديمه وكانت اسمو انا كنعطيو الرخصه، راه كنتعاونوا في هذا الكلام حنا والسلطه بان واحد الدار قديمه عندها 20 عام ولا 30 عام مازال ما تخلقات الجماعه، نقول لها انا ما تضويش، راه ما يمكنش، راه ما غاديش نجي نحبسو انا نقول لها اجي ديروا لها ما يمكنش. ولكن البنايات الا كان شي بني راه كاين تصميم النمو، كاين خدام، راه هو باقيين خدامين حنا بهذاك التصميم القديم، باقيين خدامين به. وثانيا الدوار ديالنا اللي هما داخلين في الاراضي ديال الكيش وديال الجموع راه تيشدوا شوايد ديال تصرف مع السلطه وكيديروا البلان ديالهم وكيدوزوا اللي بغا يطلع عليهم، راه في الوكاله راه تيضلوا لازم في الوكاله. ثانيا الا شي واحد دار شي مخالفه راه عنده المحاضر، واحد العدد المحاضر عند السيد وكيل الملك ولا رئيس المحكمه، اللي دار شي حاجه راه تياخذ الجزاء نتاعو. ولكن باش نقولوا حنا اكافي، غنقول لك اكافي عند الحساد، انا كنقولها لك وتنعاون نقول لك، كيحسدوها علاش اكافي زوينه وعلاش اكافي فيها الماء فيها الضوء وفيها الضوء وفيها كذا وفيها كذا، هادشي راه تنلمسوه حنا وتيلمسوه الناس. ولكن ملي امتى غادي تشوف؟ ملي تمشي للدواور والقبيل وتسمع، ما خليني من واحد الدروك جابا يدير السياسه ما 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 ما, ما وصلش ترشح فادي ما نجح، ترشح فادي ما نجح بعد، ونزيد بدا تنغوت ونبدا تنكتب ونبدا تنخربق، راه والو داك الشيء راه غادي تمسخ بحال داك اللي كيبخر عريان، هذا تبخر يا عريان. واش كاين شي معقول؟ راه الناس اللي وقراو، راه عندنا الناس مجازين، عندنا الناس عندهم ماستر، عندنا الناس دكاتره، هنا ولادنا، حنا ولادنا، راه نهار جينا حنا ما لقينا الناس قارين الا قليل، ولكن اليوم تبارك الله راه الخير والبركه كاين. ملي كنمشي للدوار دابا نهضر مع شي واحد تلقى عنده الماستر كنفرح، ماشي واحد ولا جوج، ما البكالوريا لا تحصى ولا تعد، الحمد لله. وخلقنا راه قريت انا الدراري في هذه الجامعه، راه جينا بينا نقريوهم في الاعداديه في السنه الاولى اللي كانت، ما عطيكش ما عرفتش التاريخ ما عقلتش عليه، ما لقيناش الدراري فين يقراو، حيت الموظفين جمعناهم في بيرو واحد كولج انا وياهم وحليناها ودرناها اقسام كنقريو فيها عامين باش ما نضيعوش وليداتنا، ونجي ما ننساوش. راه حنا انا 92 وانا هنا رئيس الجماعه، ولكن دابا راه عييت، راه دخلت انا الانتخابات اصغرهم سنا، دابا راه انا شرفت، ما يقول لك معقول. ولكن راه ولاد الجماعه والقبيله الجماعه عارفه اشي سوا خفيف عمر، راه خدام بالجديه وحتى معقولين، وكبوتي ديما فوق داري، ولا ما عجبتوش لا يصوتوش عليا، الا ما كنختوش لا يصوتوش عليا، انا ما تنطلبهمش، راه هما تيقولوا تيزيدوني باش نترشح، هما تيفرضوا عليا القبائل، هاد السته القبائل تيفرضوا عليا. والدليل على هذا راه انتخابات واضحه وباينه، وراه اللي بغى يدخل لارشيف ويشوفها ما كاين حتى مشكل. ولهذا نداء المسؤولين باش يشوفوا، حنا انا كنطلب من المسؤولين وتنطلب من الجميع باش يحلوا معايا مشكل ديال الارض ديال العقار، راه انا بيت هذه الجماعه مازال تزيد، وهذه الجماعه راه عندها طموح وعندها وليدات نقيين وعندها مستقبل وظاهر، وحنا تنطلبوا باش ان شاء الله الرحمن الرحيم نزيدوا في هذا الازدهار في هذه الجماعه. ومن هذا المنبر كنشكر السلطات المحليه اللي تتعاون معنا وتتعطينا يد المساعده في المصالح ديال الجماعه ديالنا، وفين ما دقينا كيتحلوا عندنا الابواب اللي باقي لنا، وهو يشوفوا لنا كيفاش يتحل المشكل ديال
ديال العقار باش هاد الجماعه حتى هي يكون عندها واحد الرصيد ديال العقار ديالها ونوصلوا لهذا الشيء اللي خاصنا. راه دار الطليبه ما عندناش، وراه دار دار الولاده ما عندناش، ودار اسمو الدرك الملكي فين يكونوا حتى هما يسكنوا باش يستقروا، باش نعرفوا حتى حنا الاستقرار، لان الدرك الملكي اليوم فين ما كانوا كتكون الهيبه عليك شويه. هذا هو اللي كان، كنا كنجلسوا هنايا انا غير بوحدي هنايا، فدابا الحمد لله كاينه القياده هي عطيناها فين، عطيناها من الجماعه، طلبت الاعضاء وقال لك اسيدي عطي القياده فين، بنينا القياده حدانا باش الاوراق ديالنا كل شيء قريب لينا الحمد لله. تيجي مواطن هنا حنا راه ما غاديش نوضوا نقولوا الحاجه اللي ما كايناش، راه دابا تيقلب بنادم باش ينوض البلبله في البلاد ونوض المشاكل في البلاد، حنا ما كنجريو في هذا الشيء وما تنسعوا في هذا الشيء. هذا اللي كيقول لك الرئيس دار راه نخرج انا من هذا الرجال الاحمر نعيط 500 خرج دروك دابا، ولكن انا ماشي ديال هذاك الشيء باش نوض وندير هذه البلبله ونوض صداع. انا كنخدم في الخفاء وكنخدم بالوراق وكنخدم في التيران، يجي يشوف طرقان، يشوف الملاير اللي دفقات، ويشوف الحمد لله واش كل شيء جابه جابهم عند الله محمد السادس. وشكرا جزيلا خفيف رئيس جامعه ابي جامعة. شكرا لك على الوضوح. شكرا. شكرا شكرا الله يجزيك بخير. شكرا انتما على هذا اللقاء، نطلبوا الله سبحانه وتعالى انه يكون لقاء ديال الخير وديال السلامه والعافيه، وشكرا جزيلا.